الحديث في إثبات صفة العلو لله عز وجل. وأما دليل الفطرة فإن القلوب مجبولة إذا دعت الله عز وجل أن تتجه بقلوبها إلى العلو. ولذا لما حاور أبو المعالي الجويني الهمداني في عرفات وقال له: كيف استوى الرحمن على العرش؟ فقال: دعنا من هذا يا أبا المعالي، لكن ما رأيك؟ وهو يريد أبو المعالي أن ينفي صفة العلو لله عز وجل. فقال: دعنا من هذا، فماذا تقول في العبد إذا دعا الله عز وجل قلبه يتجه إلى العلو قبل أن ترتفع يداه؟ فأطرق برأسه وضرب برأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني.